أعمال واحد يقول أنا ما أصلي إيش أسوي؟ صلي إيش يبغالك؟ ما تصلي؟ ما يقول أصلي ما أصلي إيش أسوي؟ صلي صلي لماذا لا تصلي؟ يا تارك الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي هيا صلي احسن لك الله يسعدكم صلي في عبارة حلوة يقول لك صلي قبل أن يصلى عليك يا الله لا صلي قبل أن لا يصلى عليك أصلا اللي ما يصلي بعد يصلي عليه أصلا أي والله ولا الله. يقبر في مقابر المسلمين الله يسعدكم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يقول لك أعظم جرم يعترفون به أهل الكفر وهم في النار أنهم كانوا لا يصلون يا الله نعم أول جرم وأيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى ما في سورة البثر سلككم في سقر إيش يقولون قالوا لم نكن من المصلين يا الله ما كنا نصلي يا الله يشوفون الناس تروح يروحون يصلون وهو جالس في البيت يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون يا الله الله يسعدكم الله يسعدكم جميعا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هذا يوم القيامة أنا أقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذا أول سؤال نعم. عن الصلاة فإن صلحت صالح سائر العمل وإن فسدت فسدت سائر العمل هذا أول سؤال جهز بيجيك هذا الأول سؤال أنت جاهز للإجابة تقول واحد يسأل نفسه هل أنا جاهز للإجابة تخيل بدر واحد الحين داخل اختبار حلو وقال لهم المعلم ترى هذا أول سؤال بيجيكم سؤال هذا السؤال هو أول سؤال وهو أهم سؤال وإذا جاوبته ترى الأسئلة اللي بعده كلها سهلة كلها مترتبة عليها أصلا لو جاوبت على السؤال الأول السؤال الأسئلة اللي باقي كلها تابع لها وحتجاوب عليها بكل سهولة السؤال الأول يوم القيامة عن الصلاة وإذا ما جاوبت عليه السؤال الأول اللي بعده كله أصعب منه يا الله ذاك يعني تضبط حياتك تضبط صلاتك تسعد في حياتك تضبط حياتك الله يسعدكم يا رب